شوف هذه بعض الأشياء اللي راح أخذها للمنتجع، حطيتها بكرتون. عندي هذول، أخذت كيسين كذا يجي مشكل، هذول كلهم مرة لذيذين بصراحة. وخلينا نشوف، أخذت هذا شيء، خلينا نشوف. أهم شيء طبعا أخذت المكبرة، طبعا هذه تشوفونها صغيرة بس صوتها مرة عالي، أخذتها من أمريكا، مرة تجنن يعني، شوفوا كيف ألوانها ومرة صوت عالي حقهم. أخذت هذول راح أثلجهم، أحطهم بالفريزر أثلجهم وأحطهم هنا بهذا. شوفوا راح أحطهم هنا، أحس الشكل مرة راح يصير يجنن. وخلينا نشوف إيش في الكرتون، خلينا نشوف. والله بصراحة ما أتذكر إيش الأشياء اللي أخذتها. هذا صراحة ندمت إني أخذته، لأن نفس الشيء موجود هنا بس يعني مرة لذيذ، فعشان كذا قلت عادي يعني. وأخذت هذه من ميني، سعرها مرة حلو، 17 ريال وشي. الحين أرويكم إيش راح أحط. شوف نفس الشيء، أخذت هذا تشيبس عمان، وأخذت هذول طبعا. هذا الشيء أخذته عشان راح أسوي كذا، أحط هذا بالنص وأحط هذول. أخذت هذه النكهة على بابريكا وعلى الملح، عشان اللي ما يحب هذه النكهة يقدر يأكل من هذه النكهة. وهذا الصراحة مرة لذيذ، مرة لذيذ. اكتبوا لي تحت بالكومنت إذا جربتوه ولا لا. طبعا هذا اعتمد وقت الدايت، تخيلوا بس 30 كالوريز، هو مرة صغير وبس 30 كالوريز، مرة لذيذ. أخذت بنكهة الذرة ونكهة الجبن، هذا هو مرة حلو. وأسعارهم رخيصة يعني، هذا خذيته يمكن ب6 ريال من مكسرات فستق بالدمام، وأعتقد كانوا كانوا يعني يبيعونه. وأخذت هذا للتان بعد، سعره بصراحة كان غالي بس يعني يمدحونه، فقلت خلوني أجربه يعني، أجرب وأعطيكم رأيي. هذا اللبس اللي راح ألبسه بالمنتجع، طبعا هذه النظارة أخذتها من شي إن، وهذا بعد أخذتها من شي إن، وحتى هذا الدرس أخذتها من شي إن، يعني كل شيء عبارة عن شي إن. جايين المحطة عشان نعدل الثيابين. المنتجع هذا اسمه منتجع R4، وصلنا المنتجع. شوفوا كيف شكله، هذول الأرقام، احنا R9 بس احسه من برا صغير، بس ما اعرف كيف شكل المنتجع. بصراحة مرة يجنن، مرة فخم، بس انه مرة صغير يعني، ما توقعت انه درجة صغيرة. شوفوا كيف البركة، مرة مرة صغيرة. شوفوا كيف هذا شكله من داخل، يعني تقريبا بس مثل ما قالوا كان مكتوب انه يكفي بس 8 اشخاص. Come on.